ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. في فقه السادة الشافعية، ونحن في موضوع سجود السهو، وقلنا أن المتروك في الصلاة، المتروك في الصلاة إما أن يكون فردا يعني ركنا أو سنة. الفرد لا ينوب عنه سجود السهو، إذا تركت فرض في الصلاة يجب عليك أن تأتي به ثم بعد ذلك تسجد للسهو، وانتهينا من الفرض بكل صوره في أحواله المختلفة وكيفية جبر الصلاة عند نسيان فرض منه، ووقفنا على السنة يعني إذا تركت السنة، والمقصود بالسنة هي الأبعاد وليست الهيئات، لأن الشافعية قسموا السنن في الصلاة إلى أبعاد وهيئات. أبعاد وهي التي إذا نسيتها تجبرها بالسهو، والهيئات التي إذا نسيت منها واحدة لا تحتاج لجبرها بالسهو. ومن بين الهيئات التي لا تحتاج لجبرها بالسهو إذا نسيتها الجهر في موضع الجهر، والإسرار في موضع الإسرار، ووضع اليمين على اليسار عند الوقوف لقراءة الفاتحة، وكذلك التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، وقراءة سورة بعد الفاتحة. كل هذه هيئات، فإذا نسيت منها شيئا لا تحتاج لسجود سهو. أما الأبعاد التي تحتاج لسجود السهو سوف نذكرها، وهي إجمالا التشهد الأوسط والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والجلوس له، والقنوت في صلاة الصبح بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية، والصلاة على النبي فيه وعلى الآل والأصحاب، والقيام له، وكذا في القنوت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان. يبقى دي الأبعاد التي هي عند السادة الشافعية في مذهبهم التي عليك أن تفعلها في مواضعها، فإن فات موضعها جبرتها بسجود السهو، تجبرها بسجود السهو. دي اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة اللي هي السنة. فيقول والسنة إن تركها، هنقرأ كلام ابن قاسم الغزي من الهامش الأول، والسنة إن تركها المصلي لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، ودي نقطة هامة. فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويا لا يعود إليه، فإن عاد إليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته، أو ناسيا أنه في الصلاة أو جاهلا فلا تبطل صلاته، ويلزمه القيام عند تذكره. وإن كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة إمامه، لكنه يسجد للسهو عنها في صورة عدم العود أو العود ناسيا. وأراد المصنف بالسنة هنا الأبعاد الستة، وهي التشهد الأول وقعوده، والقنوت في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان، والقيام للقنوت، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، والصلاة على الآل في التشهد الأخير. وبعد كده يتكلم على الهيئة. احنا هنحاول نخلص موضوع السنة اللي هي الأبعاد اليوم إن شاء الله بشرح حاشية الشيخ البيجوري. فيقول الشيخ البيجوري معلقا على ما شرحه ابن قاسم الغزي قوله والسنة، قد عرفت أن المراد بها هنا البعض. يبقى عرفت أن قول السنة هنا هي الأبعاد وليست مطلق السنة، لأن السنة تطلق على الأبعاد والهيئات. فإذا تكلم على سنة تنساها فتجبرها بسجود سهو فيقصد من هذه الكلمة الأبعاد، كما سيذكره الشارح بقوله وأراد المصنف بالسنة هنا الأبعاد إلى آخره. إن تركها يعني إن ترك هذه الأبعاد واحدة منها أو حتى كلها، أي عمدا أو سهوا، يعني تركها، ما هو الإنسان هيتركها إما متعمد يعني قاصد أو يتركها ناسيا، مش كده برضه؟ إن تركها عمدا أو سهوا. قوله المصلي أي المستقل، ليه المصلي؟ عشان يخرج إيه المصلي المستقل، يخرج المأموم، يبقى المصلي لنفسه يعني، لنفسه المصلي لنفسه، إما يكون إماما فهو المسؤول عن الصلاة، وكذلك المصلي لنفسه منفردا، إنما المأموم مربوط بإمامه.
هيجي بعد كده يكلمك على المأموم بقى، لأن المأموم قد ينسى الإمام وقد ينسى المأموم خلف إمامه يعمل إيه؟ دي مسألة تانية. فلما بيتكلم هنا على ترك الأبعاد للمصلي إماما أو منفردا، كويس، يعمل إيه؟ ناسيا أو عامدا، يعمل إيه؟ أي المستقل بأن كان إماما أو منفردا. فإن كان مأموما، اللي هي الصورة الثالثة، ما أنت مالكش إلا 3 صور في الصلاة، يا إما تصلي إمام بالناس، يا هتصلي مأموم، يا هتصلي منفرد، مفيش صورة رابعة، مش كده برضو؟ فبيقول بأن كان إماما أو منفردا، فإن كان مأموما وجب عليه العود لمتابعة إمامه كما سيذكره الشارح. يبقى المأموم معروف، افرض أنت بتصلي الظهر خلف إمامك، والإمام في الركعة التانية قال الله أكبر من الركعة التانية وراح قاعد يقرأ التشهد، وأنت نسيت ورحت قلت الله أكبر وقفت، فلقيت الإمام قاعد، تعمل أنت إيه؟ وجب عليك العود. ما تقوليش أصل أنا تلبست الفرض، لأن متابعة الإمام واجب، يبقى انت هتعود هنا لواجب، مش انت بتعود للسنه، ده انت بتعود لمتابعه الامام الواجبه، مش علشان تعمل ايه السنه. فاهم؟ ده بالنسبه للماموم. يبقى الماموم لو لقى نفسه نسي ووقف والامام لسه قاعد هيقرا التشهد الاوسط، وجب عليه العود قولا واحدا لمتابعه امامه. طب افرض اي متعمد الماموم وعارف ان الامام هيقعد وهو متعمد، يستحب له العود. ليه؟ لأن المتعمد مسؤول عن فعله، وهو لما تعمد صار واقفا لركن، فوجب عليه ألا يترك الركن للسنة، وفي نفس الوقت وجب عليه العود، فبقى عنده واجبان، واخد بالك؟ فنقول له يستحب له العود، فإن لم يعد نوى المفارقة وأتم صلاته وسجد للسهو. ده بالنسبة للعامد، المأموم المتعمد. فهمت؟ يبقى المأمون المتعمد يستحب له العود. لا، ليه ما قلناش يجب العود؟ لأنه مسؤول عن فعله، متعمد، فهو مسؤول عن فعله، فطالما مسؤول عن فعله صار متلبسا بفرض، مش كده؟ يبقى يستحب له العود لمتابعة إمامه، لترجيح واجب متابعة الإمام عن واجب تلبسه بالفرض. واضح؟ طيب، وإلا لو لم يعد يبقى له أن يستمر في صلاته وينوي مفارقة إمامه ثم يسجد للسهو في آخر صلاته. ده بالنسبة للمأموم. وإن كان مأموما عاد وجوبا، لو كان ناسيا، لو كان مأموم عاد وجوبا لمتابعة إمامه، لكن هذا عند الترك سهوا، يبقى عاد واجبا عند إيه؟ عند الترك سهوا. وأما عمدا فلا يجب عليه العود. المتعمد لا يجب عليه العود، ليه؟ لأنه مسؤول عن فعله، هو متعمد فمسؤول عن فعله، فصار متلبسا بركن القيام. فهم؟ بل يسن له العود لترجح وجوب متابعة إمامه على وجوب تلبسه بالركن. فهمت؟ وبالجملة فالمأموم فيه تفصيل يأتي، هيسيب لك موضوع المأموم بقى علشان هيفصلوا لك بعدين، عايز يخش ايه للكلام بتاع الإمام والمنفرد لما ينسى هي بعض من الأبعاد. قول لا يعود إليها، يبقى لما ينسى شيء من الأبعاد في الصلاة ناسيا أو حتى عامدا يبقى لا يعود إليها، أي لا يجوز له العود بعد التلبس بالفرض، بل يحرم. يبقى يحرم ليه؟ أنا دلوقتي سبت التشهد الأوسط وقفت ناسي، وبعدين شرعت في الفاتحة، وبعدين تذكرت اني سبت التشهد الأوسط، يبقى يحرم علي اني اعود، لان انا دلوقتي متلبس بفرض، فلا اترك الفرض واعود الى السنة لاني تلبست بالفرض، كويس؟ يبقى يحرم عليه العود حينئذ لما فيه من قطع الفرض للسنة، لاننا هنا هقطع الفرض واعمل سنة ما ينفعش، لان الفرض اولى من السنة، كويس؟ لأن لو تركت الفرض وعملت ونزلت يبقى كأني أنشأت جلوس زائد، أنشأت جلوس زائد بعد تلبسي بالقيام للركعة الثالثة. فهمتني بقى إزاي؟ يبقى في الحالة دي لما فيه من قطع الفرض للسنة، فإن عاد عامدا
عالما بالتحريم بطلت صلاته. لو كان عاد بقى عامد وعارف التحريم هنا تبطل صلاته. طب افرض عاد ناسيا، هو نسي التشهد الاوسط وراح واقف وبعدين برضه رجع تاني قعد وكان ناسي في الحالات دي كلها، خلاص ناسي، يقرا التشهد ويبقى يسجد للسهو في الاخر لان هو ناسي في كل الاحوال، فهو معذور مش كده؟ فان عاد ناسيا. طب افرض جاهل بالحكم يعذر، لان ده يغيب حكمه عن كثير من العوام، يعني كثير من العوام ما يعرفهاش، يجي يقف يقرا الفاتحه ويفتكر نفسه نسي التشهد يروح قاعد، فيبقى لو كان جاهلا بالحكم تبقى برضه ايه، لا تبطل صلاته. ليه؟ لان هذه الجزئيه تخفى على كثير من العوام. يبقى علشان نبطل صلاته لازم يكون عوده بعد التلبس بالفرض عالما عامدا، عالما عامدا، عالما بالتحريم، بتحريم العود، ومتعمد انه يرجع تاني. يبقى في الحاله دي نبطل صلاته. يبقى ما نقعدش نتخانق مع الناس لو ايه، لو واحد نسي التشهد الاوسط وقف ورجع قعد تاني اقول له كده بطلت صلاتك. لا، مش على طول بطلت صلاتك، لازم اساله انت رجعت تاني ناسي ولا عامد؟ طب ولما رجعت عامد انت تعرف الحكم ولا ما تعرفش الحكم؟ فهمت؟ عشان ابطل صلاته لازم اساله الاسئله دي، استجوبه. اقول له انت لما وقفت، وقفت ناسي ولا كنت متعمد؟ لو وقف متعمدا لا يعود، لانه مسؤول عن فعله، لا يعود ويسجد للسهو في الاخر. قال لك لا انا كنت ناسي. طيب لما كنت ناسي رجعت تاني وكنت ما زلت ناسيا ولا تذكرت فنزلت ناسي متعمدا؟ يقول لك لا، ما انا لما وقفت افتكرت فرحت نازل قعدت. تقول له انت تعرف ان كده بعد التلبس بالفرض العود الى السنه يبطل الصلاه؟ يقول لك لا ما اعرفش الحكم ده. اقول له خلاص صلاتك ايه صحيحه، لكن ما تعملش كده تاني. فهمت بقى؟ يبقى لازم تساله الاسئله دي علشان تعرف تقول له صلاتك باطله ولا، لكن ما تعملهاش خناقه على طول كده، تخش فيه شمال على طول. واضح الكلام؟ طب انت كمأموم وعارف الحكم تعمل ايه؟ لقيت الامام بتاعك قام وقعد يقرا حاجه بسيطه في الفاتحه، فانت قلت له سبحان الله وقمت وقفت وراه، فلقيته بعد شويه راح قاعد، تعمل انت ايه وانت راجل عارف الحكم؟ خد بالك، تنوي المفارقه. حلها انك تنوي المفارقه، لان صلاته اما باطله او صحيحه مع جهله، وصلاه العالم خلف الجاهل تبطل. لا ما تفضلش تقعد ليه؟ انت متابعه الامام واجبه ولا مش واجبه؟ خلاص، يبقى انت واجب عليك انك تتابعه، لان ما تنشغلش انت بسنه وتترك الواجب لانك مأموم. يبقى انا هنا لما اذكره وانا مأموم بقول له سبحان الله وانا واقف، ما اقولوش سبحان الله وانا قاعد، لان لو وقف وقلت له سبحان الله وانا قاعد يبقى انا بوقعه في الغلط، يعني بقول له اقعد. لكن انا اقول له سبحان الله وانا واقف علشان انبهه ان عليك سجود سهو في الاخر، بس مش عشان اقعده. هو يكمل وانت تكمل، وبتقول له سبحان الله تنبهه وانت واقف مش وانت قاعد، لانك لو نبهته وانت قاعد تبقى انتوا الاثنين مش عارفين الحكم، تبقى شويه جهله بيصلوا ببعض. فهمت بقى المساله؟ تبقى يسيبهم بقى يعتكوا مع بعضهم وصلاتهم هتبقى صحيحه لجهلهم. فهمت بقى المساله؟ لجهلهم بالحكم، لكن احنا بنتكلم على واحد يعرف الحكم وبيصلي مأموم، جاء الامام بتاعه راح وقف للثالثه وما قراش التشهد، فانا رفعت دماغي على ان الامام علي قاعد، لقيته واقف، رحت انا واقف زيه لان متابعته واجبه، وانا كنت هنشغل بسنه ومتابعه الامام اوجب، اروح واقف واقول له سبحان الله واقعد اقرا الفاتحه. انا قلت له سبحان الله وقاعد اقرا الفاتحه لقيته قاعد، دي مصيبه بقى. انا بقول له سبحان الله مش عشان يقعد، انا بقول له سبحان الله علشان انبهه ان احنا بقينا في الثالثه وبسجد للسهو في الاخر، كاني بقول له كده. هو بقى لما يبقى عالم بالحكم يفهمه، يوم يستمر في قراءة الفاتحة ويعرف انه بقى في ثالثة، ويكمل صلاته عادي، ويجي بعد التشهد الأخير يروح ساجد للسهو ومشيت الصلاة صحيحة 100%، ما فيهاش مشكلة. لكن افرض أنا قلت له سبحان الله راح قعد، يبقى أنا في الحالة دي أنوي المفارقة.
لأنه أعود حجم الاثنين، يا جاهل بالحكم وصلاته صحيحة لنفسي باطلة للعالم، فيبقى أنا ما أجريش وراه وإلا تبطل صلاته أنا وتبقى صحت صلاته وتبطل صلاتي أنا، لأن أنا عارف الحكم. يا إما ناسيا، ناسيا ونزل ناسي وهو عارف الحكم بس نزل ناسي، يبقى في الحالة دي صلاته صحيحة مع علمه لأنه ناسي، لكن أنا مش ناسي. فهمت بقى؟ يبقى أنا في الحالة دي ماليش إلا حل واحد، أنوي المفارقة. أنوي المفارقة يعني أنا أكمل صلاتي لوحدي وأسجد للسهو بعد كده قبل ما أسلم، لأن أنا فاتني تشهد الأوسط لمتابعة الإمام. فهمت إزاي؟ وتمشي صلاتي صحيح. فهمت بقى المسألة؟ مفيش بلبلة ولا حاجة، هو حد دريان بحد. يا عم حد دريان بحد، ده الناس بتصلي مش دريانة في صلاة نفسها. ده الواحد بيبقى بيصلي مش دريان هو في الركعة الكام، هيبقى بيشوف اللي حواليه. ممكن واحد ينتقد صلاته في أثناء، ينتقد وضوءه في أثناء الصلاة ويسيب الصلاة ويروح يصلي ويروح يتوضأ، وكل واحد هيقول بلبلة، وكل واحد أدرى بنفسه، مش كده؟ فأنت أدرى بنفسك. لا اخليه تنوي المفارقه بقلبك، لكن انت في الصف زي ما انت تقعد تصلي زي ما انت عادي في مكانك، بس ايه المفارقه؟ اي لا تتابع الامام، يعني تمشي صلاتك لوحدك بقى وانت في مكانك. بس المفارقه مش مفارقه مكانيه، دي مفارقه قلبيه كما ان المتابعه متابعه قلبيه، مش كده برضو؟ يبقى انت تفتك في مكانك بتنوي المفارقه بقلبك، يعني ايه؟ تنوي عدم متابعته. خلاص بقيت انت امير نفسك، بقيت كانك منفرد، تتم صلاتك كالعاده. واضح الكلام؟ وتسجد للسهو عادي وتبقى صلاتك انت صحيحه لنفسك، وبعد الصلاه تسال الامام عشان تعلمه بقى. تقول له انت الوقت لما نسيت كنت عامد ولا ناسي؟ يقول لك لا كنت عامد. تقول له طب لازم تسجد للسهو طالما ما عادش ليه استمر فيها؟ تقول له طب يبقى تسجد للسهو صلاتك صحيحه، ما تعملش كده تاني. يقول لك لا ده انا كنت ناسي. طب ولما رجعت كنت تعرف الحكم ولا ما تعرفش؟ بعد ما قريت الفتح رحت راجع. يقول لك انا ما كنتش اعرف الحكم. تقول له خلاص ما تعملش كده تاني، صلاتك صحيحه. بس وتعرفه بعد كده ان هو اذا تلبس بالركن او الفرض وترك هيئة بعض من الابعاد، يعني سنه من السنن، لا يترك الفرض الى السنه، يبقى انت فهمت الحكم. لكن ايه؟ مرت صلاته على الصحه. فهمت المسألة؟ أيوة. هنا بقى ده احنا بنتكلم على واحد ترك هيئة بعض من الأبعاد، يعني سنة. إنما الخمسة دي إيه؟ الخمسة دي إيه؟ حكمها إيه؟ ودي ولا حاجة، دي ولا حاجة، لا سنة ولا ركن ولا فرض ولا حاجة خالص، ده هو واقف كده في الهوا. فهمت؟ الخمسة دي أصلا هي 4 ركعات، ده هو واقف كده في الهواء. أنا في الحالة دي أذكره وأنا جالس، أنا في الحالة دي بقى أذكره وأقول له سبحان الله وأنا قاعد. ما ذكروش وأنا واقف، لأن إزاي أنا أقف لخمسة؟ يبقى أنا في الحالة دي لما ألاقي الإمام وقف للخمسة وأنا رفعت دماغي لقيته واقف، وأنا هرفع دماغي أقعد لأقرا التشهد الأخير، فرحت رافع دماغي بعد ما سمعته قال الله أكبر، رحت قايل الله أكبر، قعدت تلاقيه واقف. الله، قمت اقول له سبحان الله وانت قاعد، لان جلوسك ولما يشوفك بقى ايه بقى الحظ عينه كده ويشوف الناس اللي قاعدين كلهم بيقولوا له سبحان الله وهم قاعدين، يعرف ان انا عليا ركن الجلوس. فهمت؟ يروح ساعتها يراجع نفسه يفتكر يروح قاعد على طول، حتى لو نسي. لان نص جاهل ونص عارف، هو بقى مش عارف يعمل ايه بقى، هو مين اللي مش عارف؟ خلاص انا ماليش دعوه، انا هقول له سبحان الله وانا قاعد. واضح؟ قعد خير وبركه، ادي احنا بنقرا التشهد ونبقى نسجد للسهو مع بعض. ما قعدش، اقرا انا التشهد وانوي مفارقته وسلم، او انتظره اقعد انشغل بالدعاء لحد ما يقعد. صلاته هو اذا كان ناسيا صحيح، لان انا مثلا لو حد قال لي سبحان الله وانا بصلي وواقف في الركعه، انا معتقد انها 4، لان عمري ما هقوم انا الخمسه وانا عارف انها 5، انا واقف لـ4 حسب عد. انا واحد بس قال لي سبحان الله، هل ياخذ الامام بقول الناس اذا شك او لا ياخذ بقول الناس اذا شك؟
قال لك لا يأخذ بقول الناس إذا شك إذا كان عددهم بسيط، لأنه قد يكون هم اللي ناسيين، يبقى ياخذ باعتقاد نفسه لو كان عددهم بسيط. لكن لو عدد الجمع كبير، صفوف كتيرة، وبعدين بص لا كل الجمع بيقول له سبحان الله وكل الجمع قاعد، يبقى ساعتها بقى ياخد بقول الناس، لان يستحيل ان كل دول يكونوا ناسين وهو لا. فهمت؟ يبقى انا مش هاخد بقول الناس مطلقا، انا همشي على اعتقاد نفسي كما امام. انا واقف في رابعه، انا اعتقادي انها رابعه، هو بيقول لي سبحان الله، يقول اللي يقول، انا مالي، انا في الرابعه. فهمت؟ وامشي انا في صلاتي عادي خالص، واجي بعد كده اقرا التشهد واسلم. هو نوى المفارقه وقعد اقرا التشهد وسلم، وبعد ما سلمنا احنا الاثنين قاعدين نناقش بعض، يقول لي بس انت قمت لخمسه، اقول له لا انا مش فاهم، انا قايل لرابعه عادي. يقول لك لا انا متاكد. خلاص يا سيدي، انت صلاتك صحيحه وانا صلاتي صحيحه. يبقى ساعتها الامام هي صلاته صحيحه، لان اعتقاد نفسه، العبره باعتقاد نفسه. والمأموم صلاته صحيحه، لان العبره باعتقاد نفسه ايضا. فهمت ازاي؟ بس حكايه سهله. يبقى ايه؟ لكن على اي حال المساله القيام لخميسه دي مش في موضوعنا. احنا موضوعنا اللي بينسى بعض من الابعاد كالتشهد الاوسط او القنوت. واضح؟ يبقى كلامنا احنا مش في الموضوع ده. لا يعود اليها بعد التلبس بالفرض، اي كالقيام في صوره ترك التشهد الاول. يبقى ترك التشهد الاوسط ايه الفرض اللي بعده؟ هو التلبس بالقيام لقراءه الفاتحه الركعه الثالثه. يبقى ده ايه؟ كالقيام في صوره ترك التشهد الاول، وكالسجود في صوره ترك القنوت. انا قلت في الركعه الثانيه في صلاه الصبح سمع الله لمن حمده، وقفت لحظه كده وقلت الله اكبر ونزلت اسجد. الله، ده انا عليا قنوت. الشافعية عندهم قنوط، لازم يقنط، مش على سبيل اللزوم يعني، على سبيل انها من الابعاد كالتشهد الاوسط في الصلاة الرباعية. فانا وانا ساجد، السجود ده مش ركن، تلبست بالسجود واطمأنت اركاني، واخد بالك؟ خلاص، يبقى ما ارجعش اقف تاني واقول القنوط. واضح؟ طب انا في التشهد الاوسط نسيت ووقفت، شرعت في الفاتحة، يبقى ما ارجعش تاني، لاني ايه؟ هترك الفرض لسنه. فهمت ازاي؟ يبقى بعد التلبس بالفرض، اي كالقيام في صوره التشهد، في صوره ترك التشهد الاول، وكالسجود في صوره ترك القنوت. وضابط التلبس بالفرض ايه؟ مهمه دي، كانوا بيسالوا فيها في الشفوي الفقهاء الشافعيه في كليه الشريعه زمان، ايام ما كانوا بيمتحنوا الطلبه بدقه يعني. وقت الطلبه ما تعرفش التفاصيل دي، لما تيجي تساله طب امتى تقول على نفسك وانت واقف انا تلبست بالفرض؟ في اي حد، ما انت بتقوم اهو، بتفضل قايم اهو، قايم اهو، قايم اهو لحد ما يستقيم. طب افرض انت تذكرت في اي لحظه من اللحظات دي، امتى ترجع وامتى تقول انا تلبست بالفرض؟ فهمت؟ امتى ارجع؟ لما تبقى بين ادنى الركوع، لا، بين ادنى الركوع وبين القيام. ادنى الركوع اللي هو ايه؟ ان ايديك توصل لركبك، تطول ركب، ده أدنى الركوع. والقيام يعني محل لا يجوز فيه القراءة. طالما أنا وصلت إلى محل لا يجوز فيه القراءة، وهو كمال القيام للقائم، اللي هو ظهره سليم. افرض واحد منحني أصلا، ظهره منحني، وهو بيقرأ الفتحة وهو منحني كده زي الراكع، لأنه أصلا عنده سكوليوز، يعني عنده انحناء في العمود الفقري، يبقى قيامه كالانحناء، يبقى ده بالنسبه له تلبس بالقيام. لكن احنا بنتكلم في الانسان معتدل الخلقه، معتدل الخلقه. يبقى هيقول لك هنا الضابط التلبس بالفرض في الاول، يعني في حاله نسيان التشهد الايه؟ الاوسط، ان يصل الى محل تجزئ فيه القراءه. وتجزئ القراءه امتى؟ لما اكون في محل ايدي ما توصلش الركب. ده لمعتدل الخلقه، الانسان معتدل الخلقه طول ما هو واقف كده ومدد ايده ما تطولش ركب. لكن اول ما ينحني حاجه بسيطه كده يا دوب ايده تطول ركب. افرض خلقته ايديه طويله، يبقى العبره بمعتدل الخلق، لان في ناس وهو واقف اصلا ايده طايله ركب، ايديه طويله طولها كده. حتى الرسول قال له ذو اليدين، لانه كان مشهور بان ايده طويله، كان لما يجي يقف يعمل ايده كده تبقى وسط الركب، فالنبي سماه ذو اليدين.
واخد بالك؟ يعني ابو ايدين طويل، مش طويله يعني في السرقه، طويله في ايه؟ في المقاس. يبقى في الحاله دي هيقول لك اهو، وضابط التلبس بالفرض في الاول ان يصل الى محل تجزئ فيه القراءه، ولو بان يصير الى القيام اقرب منه الى اقل الركوع. يبقى يعني يوصل لمرحله، يبقى القيام اقرب من اقل، اقرب للقيام من اقل الركوع، يعني بين ما ايديه هتسيب ركبه وهو قايم مش هتطولها لحد ما ينتصب قامته. فهمت؟ في اللحظه دي بقى، قبل اللحظه دي ممكن يرجع اذا تذكر، لانه لم يتلبس بالركوع. فهمتني؟ يبقى قبل اللحظه دي لو في حد الركوع تذكر يبقى ينزل، لو بين الركوع والسجود تذكر يبقى ينزل، لو بين الركوع اضبط الركوع وادنى الركوع تذكر ينزل، وصل لادنى الركوع ينزل برضه. طب وصل الى محل اقرب منه الى القيام من ادنى الركوع يبقى تلبس بالركوع. طب افرض وصل كده ناسيا وسبقته القرايه وبعدين تذكر ينزل، لان سبق القراءه غير تعمد القراءه، سبق القراءه غير تعمد القراءه. فهمت؟ فهمت الصور دي كلها؟ هذه الصور دي كانوا يسالوا فيها في الشفوي زمان، دلوقتي لو سالت فيها ناس معاها دكتوراه في الشريعه ما تعرفهاش، يتلخبط. ليه؟ لان بيقروا في المذكرات، بيقروا الفقه من ميكي جيب، مذكرات كلها كده صغيره، فاما يقرا الفقه من ميكي جيب ما تنفعش، ما يعرفش التفاصيل دي مسكين. وده بسبب ايه؟ ان المذكرات بقوا يوزعوا، ما بيقروش الكتب دي زي زمان. حاشية البيجوري دي كانت زمان في الأزهر شيخ العمود يقعد 11 سنة يخلصها، يقعد يوميا 3 ساعات، يوميا 3 ساعات، وأجازة يوم في الأسبوع وشهرين أجازة في السنة، يقعد كده 11 سنة على ما يختمها، يطلع علماء يمسكوا سطر سطر يقروه ويعربوه ويقول لهم الشواهد النحوية والشواهد، وشغلانة بقى كبيرة. يعني الصفحة اللي احنا بنقراها هنا في ساعة كانوا يقعدوا هم يقروها في 3 أيام. فهمت بقى؟ عشان كده كانوا بيطلعوا علماء. أول ما بطلوا بقى القراءة في مثل هذه الكتب خلاص، تبص تلاقي يلتبس عليهم الأمور، ما يعرفش يفتي، لأن الأمور الدقيقة مش عارفها. فالأمور الدقيقة بتربي العقلية الفارقة اللي يتفرق بين الحاجات اللي شكلها متشابه عند الإنسان العادي، الفقيه يشوفها مختلفة يقوم يعرف يفتي فيه. إنما اللي مش دارس الحاجات دي تبقى عقليته كلها الأمور مشتبهة عنده، يقوم الناس يقول لك كله عند العرب صابون. ليه كله عند العرب صابون؟ لأنه بقت عقليتهم مش فارقة للأمور الدقيقة بسبب الدراسة اللي مش دقيقة، فيبقى كله عندهم حاجة واحدة، مع إن في فرق كبير. فهمت ازاي؟ في فرق كبير. يبقى نشأت يعني كلمة كله عند العرب صابون بسبب الدراسة الخيبانة بتاعتنا في العصر الحديث. لكن قبل كده عند العرب هم اللي علموا العالم الدقة. العرب في الحقيقة هم اللي علموا كل الناس الدقة. لكن لما جم الانجليز وغيروا نظم التعليم وطلعوا اشاعات ان اللي بيصم ويحفظ يبقى عقليته وحشه، ولو يشتموا الطالب يقولوا اصل ده صمام، ده ما بيعرفش حاجه. وفي حين ان احنا اصلا حضارتنا قايمه على الحفظ، حضاره المسلمين قايمه على الحفظ. الطفل الصغير يطلع بحفظ القران، يحفظ القران، بعد ما يحفظ القران على سن 6 سنين يخش ايه؟ يدرس، يدرس بقى تفسير ويدرس لغه ويدرس بتاع، على سن 20 سنه يبقى علامه. مش كده برضه؟ يحفظ متون في النحو ومتون في الفقه ومتون في الاصول ومتون في المنطق، حفظ حفظ وبتاع، شرح حفظ وشرح حفظ، على سن 20 سنه يبقى عقليه عجيبه. واخد بالك ازاي؟ دي حضارتنا قامت على كده. هم جم عايزين يهدموا التعليم الازهري وينشئوا وزاره المعارف وطلعوا اشاعه ان اللي يحفظ ده يبقى غبي. لازم ما تحفظش، انت تفهم بس. وبعدين مش كده وبس، احنا كنا ممنوع، مشايخنا يقولوا لنا ممنوع الحاجه اللي ما تعرفهاش، ممنوع تخمن، ما تجاوبش وانت بتخمن ابدا، يا عارف يا مش عارف، انما تضرب كده وتخمن لا. النظام الامريكاني دلوقتي يقول لك بليز جس، ده يكتب لك كده يعني جاوب واختار الاجابه الصحيحه في المالتيبل تشويس اللي هي الاسئله متعدده الاختيارات، حتى ما تخش البلاب والامتحانات بتاعتك ويقول لك ايه؟ بليز جس، يعني خمن، يعني بيعلمك
انك انت تطلع بتقول اي كلام وبتضرب كده اي كلام، ولو مع الجهل تقول، تقوم ايه اما تقول بالطريقه دي يمكن يصيب الحظ وتطلع. ده مش نظام علمي عند العرب. العرب مش كده. العرب لو عارف يقول، لو مش عارف يقول لا ادري. مفيش حاجه اسمها جس، مفيش حاجه اسمها اخمن. يا خبر لو الشيخ عرف ان تلميذه بيخمن، اولا يخصمه ويخليه يقعد في اخر الجلسه ويشنع عليه ويبهدله ويقول انت غير امين، وازاي تفتي الناس؟ ده انت غير امين حتى انك تصلي بالناس امام. ده ما ينفعش يا ابني كده، ولا تنفع تبقى قاضي، انت بتخمن يا ابني، ما ينفعش. فهمت؟ لكن احنا في النظام الامريكاني يقول لك ارجوك خمن في الاجابات ولا لا. بعضكم امتحن مثل هذه الامتحانات. شوف بقى الفرق بين حضارتنا وحضارتهم. وفي الاخر احنا حضارتنا حضاره قيمه، وهم في الحقيقه حضاره خيبانه. حضاره العرب هي الحقيقه، الحضاره الحقيقيه اللي فيها سيدنا علي يقول نصف العلم لا ادري. فهمت ازاي؟ ده سيدنا علي يقول كده. ليه؟ لان اللي يقول لا ادري ده هيتعلم. والوقت انت وقف العيال كلها اللي طالعين من الجامعه كده، وتيجي المذيعه تعمل برنامج، وتوقف كده طلبه الجامعه ويجيبوا البرامج في التلفزيون، وتسالهم مش عارف مين بلد ايه عاصمه البلد الفلاني، وتقول لهم اسم بلد، وتقول لهم 10 بلاد، وتقول لهم اختاروا، كل واحد يختار اي حاجه. لكن ما حدش يجري يقول لا ادري، كله يقول اي حاجه. يبقى جيل كله طالع متعلم انه يضربها كده ضربه حظ، يا جت وكسب يا ما جاتش وخلاص، ويبقى ما اتعلمش. فهمت بقى المسألة؟ ده جيل مختلف، وعلشان كده ضاع العلم. فلازم نرجع أولادنا تاني مرة أخرى إن يقول ما أعرفش. أنت ساعات تسأل ابنك يسألك يقول لك يا بابا الساعة اللي جبتها دي بكام؟ وأنت مثلا جايبها من كذا سنة. تقول له يا ابني مش فاكر. لا قول لي أي حاجة يا بابا. النبي تقول لي أي حاجة. هو عايز يسمع أي حاجة، لأنه اتربى على إنه بيسمع أي حاجة. أنت مش عايز تقول له اي حاجه لانك ناسي فعلا دفعت فيها كام. ما اعرفش انا اقول لما ابقى عارف انا دفعت كام. انا نسيت. يقول لك ما ارجوك يعني قول لي حاجه بالتقريب كده، يعني مش شرط بالظبط، يعني بالتقريب اي كلام. ما ينفعش الجيل ده، ما ينفعش ده، ما ينفعش يقرا الكتب دي. هذا الجيل لا يصلح انه يقرا. لازم يرجع تاني يعرف انه جاهل، لانه هو بالطريقه دي، بطريقه الجيسنج اللي هو بطريقه التخمين، ده اسمه عند العرب جاهل مركب. والجاهل المركب ده مصيبته مصيبتين، مصيبته انه جاهل، والمصيبة الثانية انه مش عارف انه جاهل. فدي مصيبتين. انما الجاهل البسيط ده مصيبته مصيبة واحدة، انه جاهل، فعارف انه مش جاهل فهيسأل يعرف. انما الثاني بقى هتبذل معاه مجهود مضاعف، المجهود الاول عشان تثبت له انه مش عارف، دي مجهود، وبعدين مجهود ثاني عشان تعرفه اللي مش عارف. مش كده برضو؟ عشان كده الحمار احسن منه. الحمار عارف انه حمار، فيبقى الحمار جهله بسيط لانه عارف انه حمار. لكن الجاهل جهل مركب، مش عارف انه حتى حمار. فهمت ازاي؟ يعني مش عارف انه مش عارف. وعشان كده ايه الراجل اللي راكب الحمار، فالحمار الحكيم عارف الحكايه دي، صاحبه جهله جهل مركب. فبيقول لو انصفه، الحمار بيتكلم، بيقول لو انصفه لركبته، فجهلي جهل بسيط وجهله جهل مركب. فهمت؟ يعني انا اعلم منه. فهمت بقى المعنى؟ فهي للاسف لما دخلت وزاره المعارف وهدمت التعليم الديني، وانشات بعد ذلك النظام التعليم الهميوني اللي بيكره الحفظ ويقول لك افهم الاول، لا بقى يفهم ولا بقى يحفظ. طلعت الاجيال اللي انت شايفها دي، اللي هم بقوا زي الشخشيخه في ايادي اعداء المسلمين، اللي هم ماسكين مسؤولية المسلمين على مستوى القيادات في كل بلاد المسلمين الآن. فلازم نرجع تاني إلى العقلية المرتبة الدقيقة الفاهمة العارفة الفارقة بين الأمور الدقيقة، وللإنسان اللي هو المتواضع، عارف إيه اللي عارفه وعارف إيه اللي يجهله، يوم ما يتكلمش في أي حاجة، يتكلم في اللي يعرفه بس، واللي ما يعرفوش يسكت. فهمت إزاي؟ هذه النوعية من الأجيال لازم تعاد مرة أخرى. إذا جاءت هذه النوعية، هي النوعية دي اللي صالحة فعلا لأن تحكم بما أنزل الله. هذه النوعية هي فعلا الصالحة لأن تنشر دين الله في الأرض. إنما نحن نروح ننشر إيه؟
يعني لو فتحنا بلاد الارض دلوقتي ودخل الجيش المصري او جيش البلاد الاسلاميه دخلوا في بلاد الكفار، طب هات لي الجيش كده والعسكري اللي جاي ما يعرفش حاجه عن القران ولا يعرف حتى ان واخد الوضوء وفتح البلاد، هيعلمهم ايه؟ هيعلمهم ايه؟ هيغتصب النساء. مش ده اللي هيعملوه؟ هيروحوا يغتصبوا النساء ويسرقوا السوبر ماركت ويهجموا على اي حاجه ياخدوها ويكسروا العربيات ويحرقوها. بقى الاسلام هو ده؟ شفت انت الصحابه، الجندي الصحابي اللي كان يروح يفتح البلاد كان بيعمل ايه؟ يفتح البلاد يعلمهم القران، يعلمهم الوضوء، يعلمهم الصلاه، فاهم عارف. ما يغتصبش النساء، لا يقترب الى الغلول ولا الخيانه ولا يمد ايده على ما لا يملك. فرخر كان يفتح البلاد يبهرهم، لان دي نوعيه ما شافوهاش قبل كده. فتبص تلاقي الناس تدخل في دين الله افواج. لكن الوقت احنا لو فتحنا البلاد هنخرج الناس من دين الله افواج؟ لو فتحنا البلاد بالطريقه دي، اذا كان العراق لما دخلوا الكويت والعراق مسلمه والكويت مسلمه، عملوا ايه؟ اغتصبوا النساء وسرقوا السوبر ماركت وحرقوا العربيات، مش ده اللي عملوه؟ دي جيوش المسلمين لما تخش بلاد المسلمين بتعمل كده، امال لو دخل بلاد الكفار هتعمل ايه؟ فهمت بقى المساله؟ فلازم نرجع تاني. مش يجي لك بقى شويه عالم يقول لك عايزين نحكم بما انزل الله وندخل مجلس الشعب ونبقى احنا رؤساء مش عارف الجمهوريه، طب هتعمل ايه؟ المحكوم اصلا مش متغير، ما ينفعش. ما ينفعش ده يتحكم. ده هو ده لازم الاول يتغير. علشان الحاكم يتغير لازم المحكوم يتغير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نرجع تاني عشان ايه ما نقعدش نبكي على ما حصل. لا العامد ما يرجعش. العامد ما يرجعش. لان العامد مسؤول عن فعله. العامد مسؤول عن فعله. يبقى وضابط التلبس بالفرض في الاول ان يصل الى محل تجزئ فيه القراءه ولو بان يصير الى القيام اقرب منه الى اقل الركوع او اليهما على حد سواء كما قاله الرملي كالخطيب خلافا للازرعي ومن تبعه. وفي الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو نسيان القنوت في الصبح. أن يضع أعضاء السجود كلها مع التنكيس والتحامل وإن لم يطمئن. يبقى افرض أنت وضعت كل أعضاء السجود السبعة على الأرض لكن لسه ما اطمأنتش، ممكن ترجع للقنوت. لكن أول ما تتحامل وتطمئن يبقى في الحالة دي تلبست بالركن. فاهم؟ يبقى تحاملت ولم تطمئن، لسه مطمئن ما تلبستش بالركن، ده في السجود. فهمتني؟ ما بيقنطوش دول الأحناف خلاص والحنابلة، ما يجراش حاجة، والملكية ما عندهمش قنوط بالجهر، بيقنط سرا بعد القراءة. دي خلاف مذهب، احنا بنشرح مذهب مين؟ الشافعية. طب لو شافعي بيصلي خلف حنفي والحنفي ده مش هيقنط للصبح يعمل ايه؟ قال لك يسجد للسهو وخلاص. الحنفي لان متابعه الامام واجب، فانا هتابعه ويسجد عادي ومش هيقنط، اروح انا نازل وراه ساجد وراه واري التشهد. يجي هو يسلم اروح انا ساجد سجدتين للسهو واسلم، بس خلاص. ما اتخانقش معاه ولا زعل منه، لان هو مذهبه كده حنفي. ما ينفعش اقنط والله. لو قدرت، لو ادركت انك انت تقول القنوط لحظه قيامه وصليت على النبي فيه والآل والصحابة، يبقى خلاص، يبقى ما تسجدش للسهو لو أدركت. وفي الثاني أن يضع أعضاء السجود كلها مع التنكيس والتحامل وإن لم يطمئن. فإن كان قبل التلبس بالفرض بأن لم يصل إلى محل تجزئ فيه القراءة في الأول أو لم يضع أعضاء السجود كلها مع التحامل والتنكيس في الثاني جاز له العودة حيث ترك السنة سهوا وسجد للسهو إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود في الأول أو بلغ أقل الركوع في هويه في الثاني. فإن تعمد الترك لم يعد. شوف المتعمد إيه؟ لم يعد. فإن تعمد الترك لم يعد وإن لم يتلبس بالفرض. ليه؟ لأنه مسؤول عن حركته بالكون في الجملة. الثاني ناسي، فحركته اللي عملها هو ناسي دي مش محسوبة، لكن المتعمد دي حركته دي محسوبة. فلو عاد يبقى كأنه أنشأ إيه؟ جلسة جديدة أو حركة جديدة. فهمت؟ فإن تعمد الترك لم يعد وإن لم يتلبس بالفرض. فإن عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته.
واضح؟ لازم بالشروط دي، عامد وعالم بالتحليل. فمن ترك التشهد الأول تفريع على قول المصنف والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض مثلا، أي أو القنوت، فمن تركه سهوا فذكره بعد التلبس بالسجود لا يعود إليه، فإن عاد إليه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته، أو ناسيا أو جاهلا فلا تبطل، ويلزمه الهوي للسجود عند تذكره أو علمه. فإن كان قبل التلبس به ولو بعد وضع الجبهة فقط أو بعض الأعضاء أو قبل التحمل والتنكيس جاز له العود، وهذا كله في الإمام والمنفرد كما هو فرض المسألة. واضح الكلام اللي فات؟ كله مشروح يعني. فذكره أي تذكر التشهد الأول مثلا بعد اعتداله مستويا، أي أو بعد وصوله إلى محل تجزئ فيه القراءة كما علم مما مر. ولو ذكر الشارح ذلك لكان أولى لعلم ما ذكره منه بالأولى بخلاف العكس لا يعود إليه. وكذلك المصلي قاعدا. طب افرض المصلي قاعدا ده ما بيقومش، ده كل صلاته قاعد، يبقى ما يعودش للتشهد الأوسط لو تلبس بقراءة الفتح، لأن لو تلبس بقراءة الفتح هو قاعد، دليل أنه بقى متلبس بالقيام فما يرجعش. ده بالنسبة للي بيصلي قاعد. وكذلك المصلي قاعدا إذا نسي التشهد الأول وشرع في القراءة لا يعود إليه، فإن عاد عامدا عالما بطلت صلاته كما قاله ابن حجر. ابن حجر الهيثمي، مش ابن حجر العسقلاني، ابن حجر الهيثمي في كتب الفقه، لما يقول لك ابن حجر في كتب الفقه الشافعية يقصد الهيثمي. ومثله الرملي، الإمام إيه شهاب الدين الرملي اللي هو شمس الدين الرملي، ابن شهاب الدين الرملي، ومثله الرملي، ولم يلتفت لإفتاء والده، وأبوه كان يفتي بخلاف ذلك بعدم البطلان، فإن عاد ناسيا أو جاهلا لم تبطل، وإن سبق لسانه إلى القراءة وهو ذاكر أنه لم يتشهد جاز له العودة إلى التشهد، لأن سبق اللسان غير معتد به. مثل في ناس إيه، أول ما يروح إلى الله أكبر ويقف، أول ما يهم كده هيبقى بين أدنى الركوع والقيام يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، على طول كده شغال برباند. فإذا سبق لسانه في الحالة دي وبعدين تذكر له العود، لأن القراءة دي مع سبق اللسان غير معتد به. واضح؟ فإن عاد إليه، أي فإن عاد بعد اعتداله إلى التشهد الأول وقوله، أي قاصدا مع علمي بأنه في الصلاة، وقول عالما بتحريمه أي تحريم العود، بطلت صلاته، أي لأنه زاد قعودا عامدا عالما، لأن عوده ده كأنه حيزود قعود عامد عالم في غير موضع قعود. واضح؟ فإن قعود التشهد فات، وهذا قعود زائد، أو ناسيا أو عاد ناسيا أنه في الصلاة، لأن الناس كأنه ما عملش حاجة، فيبقى مش قعود زائد، لأنه كل الناس ده كأنك جبت أستيكة ومسح كل الحركات دي، فهمت؟ غير المتعمد. أو عاد ناسيا أنه في الصلاة وقوله، أو جاهلا أي بتحريم العود ولو غير معذور، لأنه مما يخفى على العوام. يعني إيه جاهل ولو غير معذور؟ لأن الجاهل المعذور مطلقا عندنا اللي هو نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام والعلماء، أو يكون حديث عهد بالإسلام، فده يبقى اسمه جاهل معذور. راجل مثلا لسه مسلم بقاله سنة ولا اتنين، وكان قاعد في أوروبا ومحتكش بالعلماء، وبعدين جاي يدوب مصر وابتدى بقى إيه يحتك بالمسلمين، فده يعتبر جهله معذور، لأنه ده حديث عهد بإسلام ومحتكش بالعلماء. أو واحد نشأ في إيه، في الوادي الجديد ولا في الواحات، ولا عايش في الصحراء ورا الغنم، ما بيحتكش بالعلماء ولا بتاعه، وقاعد يصلي كده بقاله 20-30 سنة زي ما شاف أجداده بيصلي، فما يعرفش، ده برضه جاهل معذور لأنه نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام. إنما اللي في مصر ده والقاهرة ده مش جاهل معذور على فكرة. ليه؟ لأنه حواليه الأزهر، ده جنبيه الأزهر، وفي كل مسجد تلاقي واحد قاعد بيعلم الناس، وفي كل مسجد تلاقي إمام متعلم من الأزهر، يعني سهل يتعلم، يبقى ده مش جاهل معذور. حتى لو جاهل مش معذور زي ده برضه، ورجع للتشهد الأوسط بعد التلبس بالقيام برضه صلاته صحيحة، حتى ولو كان جاهل غير معذور. واضح؟ لأن في أحكام الجاهل غير المعذور لا يعذر بجهله، في الفقه هتيجي أبواب، لكن في أشياء الجاهل المعذور كالجاهل غير المعذور سواء بسواء، زي دي في باب السهو، فهمت؟
فلا تبطل صلاته، أي لعذره بالنسيان أو الجهل، ولكنه يسجد للسهو كما سينبه عليه الشارح، لأنه زاد جلوسا في غير موضعه، وترك التشهد والجلوس في موضعه، ويلزمه القيام عند تذكره، أي في الناس، وكذا عند علمه في الجاهل، كأن قال له شخص إن عودك هذا حرام عليك، حرام عليك، فيلزمه القيام فورا. يعني افرض الرجل ده اللي هو نسي التشهد الأوسط وراح واقف وبدأ في الفتحة، فجأة راح قاعد، ففي رجل قاعد جنبه عالم شايف المثل، قال له قوم وقف كده غلط، ما ترجعش من الفتحة للتشهد الأوسط، قوم وقف، كلمه وهو في الصلاة، يبقى يلزمه العودة فورا لأنه هنا زال جهله، يبقى في هنا إيه؟ يلزمه العود فورا، فهم؟ لأنه أعلمه. واضح الكلام دي؟ الصورة دي؟ طيب. وإن كان مأموما، هذا مقابل لمحذوف وتقديره، هذا إن كان إماما أو منفردا، يبقى كل اللي فات ده صورة الإمام والمنفرد، إن هو لا يعود إلا لو كان ناسيا أو جاهلا، أما إذا كان عالما بالتحريم وتلبس بالركن الذي بعد الذي الهيئة البعض الذي نسيه، يبقى لا يعود إليه، سواء كان هذا البعض قنوت أو تشهد أوسط، يبقى خلاص ده لو عالم أو عامد، إنما لو ناسي أو جاهل خلاص. طيب نيجي للمأموم بقى. المأموم قام للركعة الثالثة وإمامه قاعد يقرأ التشهد، فلقى إمامه قاعد، يبقى في الحالة دي يجب عليه العود لمتابعة إمامه. واضح الكلام ده للمأموم، حتى ولو ابتدى يقرأ الفاتحة، حتى لو قرأ في الفاتحة يجب عليه لأنه مأموم. واضح؟ عاد وجوبا لمتابعة إمامه، أي لأن المتابعة آكد من التلبس بالفرض، فإن لم يعد عامدا عالما بطلت صلاته إذا لم ينوي المفارقة، لكن لو نوى المفارقة ما تبطلش. فإن لم يعد عامدا عالما بطلت صلاته، أي عالما أي بوجوب متابعة إمامه وعالما بالحكم، بطلت صلاته إذا لم ينوي المفارقة، لو نوى المفارقة خلاص، فهمت؟ فإن نواها لم تبطل، فإن قيل إذا ظن المسبوق سلام الإمام فقام، جايب لك مسألة ثانية تشبه، قال لك إذا ظن طب المسبوق اللي هو عليه ركعات يعني، فمستني الإمام يسلم عشان يقوم يجيب اللي باقي عليه، فظن إن هو سلم فراح قايم، فهم؟ فلما قام وقف كده بص للبعيد لقى الإمام لسه قاعد، اتضح ان هو تهيأ له انه سلم وما سلمش، يبقى في الحاله دي يعمل ايه؟ هي دي صوره مختلفه، لكنها في الحالتين ان هو قام وامامه قاعد. فلو قام وامامه قاعد في التشهد الاوسط وجب عليه العود. طب قال لك طب لو كان مسبوقا وقام ظنا منه ان الامام سلم يعمل ايه؟ يقول لك يجب عليه العود. يبقى يجب عليه العود برضه. فان قي هيجي يقول لك فإن قيل إذا ظن المسبوق سلام الإمام فقام ثم تبين أنه لم يسلم لزمه العود برضه، ولو بعد السلام، ما ينفعش ينوي المفارقة. في الصورة الأولانية لزمه العود وليه حل إنه ما يعودش بس ينوي المفارقة، وفي الحالتين صلاته تصح، فهمتني؟ طيب في الصورة الثانية اللي هو لو ظن أن الإمام سلم وكان مسبوقا فقام، ملوش حل ينوي المفارقة، ده لازمه العود قولا واحدا، ولو لم يعد بطلت صلاة. طب ايه الفرق؟ مع ان الصورتين قريبين لبعض، احنا عايزين نربي بقى العقلية الدقيقة الفارقة، فهمتني ازاي؟ هيقول لك بقى الفرق الدقيق. فإن قيل إذا ظن المسبوق سلام الإمام فقام ثم تبين أنه لم يسلم لازمه العود ولو بعد سلام الإمام. ليه؟ لأنه هو قام قبل ما يسلم، يعني كأنه قام بغير متابعة، فلو هو قام وقف كده لا الإمام سلم، ما يقولش ما هو سلم بقى أما كمل، لا ده يرجع يقعد تاني وبعدين يقوم عشان يبقى حركته بعد سلام إمام. واضح؟ لازمه العود ولو بعد سلام الإمام.
وليس له ان ينوي المفارقه، ملوش حل ينوي المفارقه زي التاني. واضح؟ طيب اجيب، يعني الجواب في الفرق بين المسالتين، اجيب بان الماموم هنا فعل فعلا للامام ان يفعله. هنا يعني ايه؟ في حال نسيان التشهد الاوسط والقيام للثالث، فعل فعلا يجوز للامام ان يفعله لو نسي، انما في الثاني ما عمل فعل لا يجوز للامام ان يفعله، لا يجوز للامام ان يقف قبل ان يسلم في الركعه الثانيه. فهم؟ يبقى شفت الفرق الدقيق. فالفرق الدقيق ده خلينا نقول ان هنا المساله وان كان في الظاهر متشابهه الا ان في حقيقه الامر مختلف، وبالتالي طالما اختلفت يبقى ليس له ان ينوي المفارقه اذا قام قبل سلام امامه وهو مسبوق ظنا منه انه سلم، فعليه ان يعود قولا واحدا وليس له ان ينوي المفارقه لانه قام لما لا يجوز للامام ان يفعله اصلا. واضح؟ اما في التشهد الاوسط وقيامه نسيانا فقد قام لما يجوز للامام ان يفعله وتصح صلاته به. واضح الكلام؟ الفرق الدقيق. طيب أجيب بأن المأموم هنا فعل فعلا للإمام أن يفعله فجاز له المفارقة لذلك، ولا كذلك في مسألة المسبوق، ولا كذلك في إيه؟ مسألة المسبوق، فإنه فعل فعلا ليس للإمام أن يفعله لأنه قارب فراغ الصلاة إذ لم يبق منها إلا السلام، ومحل وجوب العودة عليه إن كان قيامه سهوا. كل ده للمأموم نقول له عود امتى؟ لو كان قيامه سهوا يجب عليه العود، او ينوي المفارقه ويتم صلاته. واضح؟ طب افرض قام عامدا، دي مساله ثانيه، دي مساله بقى ثانيه. فان قام عامدا نقول له يسن له ان يعود، يسن له ولا يجب لانه ما زال مسؤولا عن فعله بقيامه متعمدا، يبقى يسن العود ولا يجب ان قام متعمدا، ويجب العود ان قام ناسيا او ينوي المفارقه فيستمر في صلاته. واضح الحكايه؟ طيب فان كان عمدا ندب له العود، يبقى يسن مش يجب، ندب، شوف ندب كلام دقيق اهو، ندب له العود ما لم يقم الامام كما رجحه النووي في التحقيق وغيره، وان صرح الامام بتحريمه حينئذ، بتحريم العود يعني. قال لك لا ده أو الامام اللي هو الرفعي، لما يطلق الامام يقصد الرفعي. وان صرح الامام بتحريمه حينئذ وفرق الزركشي، الزركشي فرق بين الحالتين، بان العامد فعله معتد به وقد انتقل الى واجب وهو القيام، فجاز له الاستمرار عليه مع جواز العود للمتابعه لانها واجبه ايضا، والناسي فعله غير معتد به لكونه ناسيا فكان قيامه كالعدم، فلذلك لزمه العود للمتابعة، وأيضا العامد كالمفوت على نفسه تلك الفضيلة بتعمده بخلاف الناسي لأنه معذور بنسيانه فأمر بالمتابعة ليعظم أجره، ولا يشكل عليه ما لو ركع قبل إمامه ناسيا حيث يخير بين العود والانتظار، بخلافه عامدا فإنه يسن له العود لفحش المخالفة في قيامه ناسيا دون ركوعه كذلك. أي قال لك طب ما يشكلش عليك مسألة تانية تشبهها، ما يشكلش عليك مسألة تانية تشبهها، إنه هو ركع قبل إمامه ناسيا. واضح؟ أو ظنا منه إن الإمام قال الله أكبر فركع، فراح راكع وبعدين بان له إن الإمام لسه ما ركعش فركع له أن ينتظره في ركوعه. فهمت في المسألة دي؟ إذا ركع قبل الإمام ما يشكلش عليه بقى هنا. بيقول لك: ولا يشكل عليه ما لو ركع قبل إمامه ناسيا حيث يخير في الحالة دي، يخير بين العود أو الانتظار، بخلاف ما لو فعل ذلك عامدا فإنه يسن له العود لفحش المخالفة في قيامه ناسيا دون ركوعه كذلك، فيقيد فرق الزركشي بذلك. واضح؟ لا ومالوش سجل في الشارع. العامد، العامد لا، العامد تبطل صلاته، احنا بنتكلم ما لو ركع قبل امامه ناسيا. بخلافه عامدا فانه يسن، اصل احنا عندنا
ما تبطلش الصلاة إلا لو سبق إمامه بركنين مش بركن واحد. يحرم سبق الإمام مطلقا ولا تبطل إلا لو سبقه بركنين. واضح؟ دي خاصة بينا الشافعية. أيوه ده ده في الفرض، ما احنا ده شرحناه قبل كده، ما احنا تناولنا ده في قعدتين لوحدهم في نسيان الفرض. يبقى لازم يتابع امامه في الفرض، لان لازم يرجع للفرض، لانه سايب فرض اللي راجع لفرض. احنا بنتكلم هنا في نسيان الابعاد. الماموم يمشي وراء امامه في الحاله دي لانه ده فرض. بعض هو سجد هو توقعه بيرجع فرجع، لكن الله يقول الله اكبر. يبقى في الحاله دي هينبهه. لا لا ما يركعش بقى معاه، هينوي ينبهه وينوي المفارقه. ينبهه وينوي المفارقه. او ينتظره لحد ما يعمل. ايوه انا فاهم متخيل السؤال. وقرب الوزن السوء واحراكع بقى. ايوه. الركوع الطبيعي اللي هو ما عملوش. انما المأمومين بقى. المأموم. تاني. لا ما يركعوش تاني، ما يركعوش تاني، لهم أن ينتظروه، لهم أن ينتظروه. فإن كان تذكر بعد السجدتين يبقى في الحالة دي، في الحالة دي هيعمل إيه؟ هتسقط كل الركعة دي ويبتدي يعمل ركعة جديدة. وفي الحالة دي المأمومين المتذكرين ينوي المفارقة ويتم صلاته، أو ينوي المفارقة ويتم هينوي المفارقة برضه ويكملوها ظهر، لأن الجمعة لا تصلح إلا جماعة. فلو نويت المفارقة بتبقى ركعة ركعتين باطلة، يعيدها ظهر. الناسي الناسي، شوف أيه. ولا يشكل عليه ما لو ركع قبل إمامه ناسيا حيث يخير، أو بين العود والانتظار، بخلافه عامدا. عامد يسن له، يستحب مش يخير، يعني يترجع عنده جانب ايه، اننا نقول له عود احسن لفحش المخالفه في قيامه، لكن برضه لا يجب. خد بالك، يسن بس مش يخير، في فرق بين يسن ويخير. يبقى في الصوره الناسي يخير بين العود وانتظار امامه، والصوره الثانيه المتعمد يستحب له العود ولا يجب. واخد بالك؟ واحنا رجحنا هنا استحباب العود للعامد لفحش المخالفه بسبق امامه، لفحش المخالفه بسبق امامه مع العمد. واضح؟ دون ركوعه كذلك فيقيد، فرق الزركشي بذلك. وهذا فيما اذا ترك الماموم التشهد الاول دون الامام، فان تركه الامام دون الماموم فلا يجوز للماموم التخلف له عن امامه، فان تخلف له يعني عامدا عالما بطلت صلاته. يعني المأموم نسي ووقف ليقرا الفتحه في الركعه الثالثه، المأموم لا يجوز له التخلف، فان تخلف وقعد يقرا التشهد بطلت صلاته. فهمت؟ لان فقد المتابعه، لان المتابعه واجبه. فتجد فيه الموافقه تركا لا فعلا، لانه اذا فعله الامام جاز للمأموم الا يفعله بان يقوم عمدا، بخلاف ما إذا تركه الإمام فإنه يجب على المأموم أن يتركه أيضا، وإن عاد له الإمام قبل قيام المأموم فلا يقعد معه، وإن عاد له الإمام قبل قيام المأموم فلا يقعد معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام. الصورة الأخيرة دي إن الإمام انتصب قائما، واخد بالك، وبعدين راح قاعد، يبقى لا يجب على المأموم في الحالة دي انه يعود مع امامه، لان في الحالة دي امامه ترك فرض وايه بعد التلبس به، فلا يجوز له العود معه. ها؟ ما لو ادرك، لو ادرك ان امامه، لو ادرك ان امامه وقف وبعدين عاد، يروح هو واقف، يروح هو واقف خلاص، لانه لو تابع امامه في الحالة دي وهو يعلم الحكم يبقى كأنه بيتابعه في حاجة على حكمه هو أنها بطل، فينوي المفارقة ويقوم هو ويسجد للسهو في الآخر. واضح؟
لا ما هو لو تذكر برضو يجوز له العود، احنا بنتكلم فيما لا يجوز له العود، تذكر حيث لا يجوز له العود. فلقاه بعد ما وقف وتلبس القيام كده رجع تاني، ناس قالوا له سبحان الله فرجع تاني وهو لسه قايم عشان حركته ابطأ، يكمل قيامه بقى ما يتبوش. واضح؟ بخلاف ما اذا تركه الامام فانه يجب على المأموم ان يتركه ايضا وان عاد له الامام قبل قيام المأموم، فلا يقعد معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الامام. فان قيل قد صرحوا بانه لو ترك امامه القنوت ندب له ان يتخلف ليقنط ان ادركه في السجده الاولى، وجاز له ان لحقه في الجلوس بين السجدتين. واما اذا علم انه لا يلحقه الا بعد هويه للسجده الثانيه وجب عليه تركه للقنوت او نيه المفارقه، فهل تخلف هنا للتشهد كما يتخلف للقنوت؟ ده سؤال بقى. قالوا انتوا قلتوا يا شافعيه في القنوت ان لو انشغل هو بالقنوت والامام كان ناسي القنوت له ان يكون مأموما وينشغل بالقنوت على ان يدرك الامام قبل هويه للسجده الثانيه، يعني في الجلوس بين السجدتين. واضح؟ على ان يدركه. طب اشمعنى هنا فرقته وقلته في التشهد الاوسط ما يعملش كده؟ فهمت بقى المساله؟ والاثنين ابعاد. ادي السؤال، واضح الكلام؟ أجيب بأنه في تخلفه للقنوت لم يحدث وقوفا لم يفعله الإمام، وهذا يحدث في تخلفه للتشهد جلوس تشهد لم يفعله الإمام. فهمت؟ شفت الفرق؟ الفارق الدقيق بيعلمك إزاي تفكر، لأن الحاجات دي شكلها شبه بعضها، لكن قال لك لا دي مش شبه بعضها، ده أنا لما بقف وأقعد أقول القنوت وبعدين ألحق الإمام في السجدة قبل ما يهوي للسجدة الثانية في الجلوس بين السجدتين، أنا ما أحدثتش حركة لم يحدثها الإمام، ده أنا يا دوب تخلفت عنه بس. إنما أنا لو فضلت قاعد أقرأ التشهد الأوسط والإمام متلبس بالقيام أنا أحدثت جلسة لم يفعلها الإمام. يبقى ده الفرق هنا. فهمت بقى الدقة؟ فهمت الدقة؟ فدي مهمة، القراية في الكتب دي بتعلم عقلك إزاي يبقى مرتب وإزاي تميز بين الأمور الفارقة الدقيقة. فهمتني الحكاية دي؟ طيب. وهذا يحدث في تخلفه للتشهد جلوس تشهد لم يفعله الإمام. فهمت؟ وإن فعل جلوس الاستراحة فإنه صدق عليه أنه لم يفعل جلوس التشهد. وحتى لو فعل جلوس الاستراحة الإمام، واخد بالك؟ فجلوس الاستراحة ده بيبقى موضعه بيبقى في الركعة اللي هو بيقوم حيث لا تشهد. ده يسموه جلوس استراحة. قال له حتى لو فعل جلوس تشهد ده ما يعتبرش جلوس استراحة، ما يعتبرش انه عمل جلوس انت تجلس مكانه وتطوله شوية وتخليه تشهد، لا، لأنه هو لا يقصد به التشهد. فهم؟ ده يقصد به سنية جلوس الاستراحة. ولو تركه كان كل من الإمام والمأموم وانتصب معا لم يعد المأموم وإن عاد الإمام. طب افرض ترك التشهد الاوسط الامام والمأموم قاموا مع بعض وبص لقى الامام رجع ما يعودش المأموم. واضح؟ لم يعد المأموم وان عاد الامام، لانه اما مخطئ فلا يوافقه في الخطأ او عامدا فصلاته باطله والاولى مفارقته. واضح؟ ودي شرحناها في اول القعده. ويجوز انتظاره، ويجوز انك انت في الحالة دي تستنوي المفارقة وتنتظره في التشهد الأخير، تقعد تدعي كتير لحد ما يحصلك وتبقى تسجد معاه للسهو وتسلم، يجوز لك أن تفعل. حملا على أنه عاد ناسيا، فإن عاد عامدا عالما بطلت صلاته، وإلا فلا تبطل. فتلخص أنه تارة يتركه المأموم وتارة يتركه الإمام وتارة يتركانه معا، يعني تارة يتركه المأموم يترك التشهد الأوسط المأموم، وتارة يتركه الإمام يعني يترك التشهد الأوسط الإمام، وتارة يتركانه مأموما وإماما الاثنين يتركان التشهد الأوسط معا، وقد علمت تفاصيلها، لكنه يسجد للسهو. نقف عند هذا. طب نكمل السطر ده بس. لكنه يسجد للسهو استدراك على قوله لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لأنه ربما يوهم أنه لا يتداركها حتى يسجد للسهو، حتى بسجود السهو.
في صورة عدم العود، أي في صورة هي عدم العود، فالإضافة للبيان، وقوله أو العود ناسيا أي أو جاهلا فيسجد للسهو فيهما كما مر. وأراد المصنف بالسنة هنا الأبعاد، نقف عند دي. وأراد المصنف بالسنة هنا الأبعاد، نكملها إن شاء الله المرة الجاية. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. لا، بيقول لو قعد في الثالثة على انها تشهد اوسط وهي ثالثة فتذكر انها ثالثة يقوم على طول. امامه مأموم ومنفرد، لان اصلا الجلسة التشهد القعدة في التشهد في الثالثة في الصلاة الرباعية مش مطلوبة اصلا، ملهاش سجود سهو لانها محل جلسة الاستراحة، فيبقى يقوم على طول برضه لانها محل جلوس ما يسجدش عندنا كده عند الشافعية، لانها دي محل جلوس استراحه. اطالت يعني هيقعد يشرب شيء؟ يعني بقدر ايه قراءه التشهد الاوسط ما يدورش. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.